نقول فلوق جديد. مرحبا. مرحبا. اليوم تحدينا الشباب أن نأكل طعاما صينيا. سوف نأكل هذا الطعام الصيني وسنحدى بعض. هناك المزيد من الطحالب والعقارب والقريدس والسمك الني. وشوفي كمان واللاكس. واللاكس في كثير أكلات بحرية. رح نتحدى بعض ونشوف كيف سوف نأكل أكل بحر. بوسيدي. شكرا. بوسيدي. شكرا. يلا شوف اللوك. هذا سلطان ملعطان قريدس. طبعا انا من عشاق الاكل البحري. الاكل البحري وانا جيران قريدس. هيك بالمجحيف عندك ثلاث صنف كبيرة كتير طيب. هذا بتركيا اسمه ميديا، بس بتركيا بحطوا معه رز. طبعا هذا اخطبوط صغير، كلكم بتعرفوا الاخطبوط هذا، انا بحبه كثير. انا كلنا اخطبوط. لا طيب انا بحبه. انا بقرف. لا طبعا هلا بدنا نختار الصوص اللي راح نحط له اياه، لانه هو هلا راح يقليه يشوي لنا اياهم جاهز. طبعا انا بحب تشيلي الحد هذا، الحد كثير بحبه. انا بحب يقليه معه فطر، فطريتين تنتين بيقليل ماء، بليلة واحدة دورة بيقليل ماء تفلتين لبلاب. نحط لها شوية صوص. وآخر شيء نحط الصحن هو بالانتظار. شايفين كيف؟ مشان السوشي. السوشي طيب كمان كتير. نعبينا صحن صغير سوشي. هذا ني. طبعا هلا بدنا نطقطق اسناننا بهدول. طقطق اسنان بس لما يوصل الاكل الكبير. هون الحلو انه اوبن بوفيه. انا من عشاق السوشي. يا رب تحب السوشي. السوشي وانا جيران. هذا الطوال البحري. من انا من عشاق الاكل البحري. يا لطيف كل شيء بمشي بالماء اكلك عايش ميت شو ما كان يكون. طبعا الاكل البحري له ترتيبه خاصه يعني بالمزاج بالطعم بحار البحر بحار بهذا. حط له رش ملح المحار تعمل له هيك. طعام البحر ولا اروع. هذا القريدس شي معها وميها معها يوميها مضبوط اكيد. هذا اخطبوط صغير لساته صغيره ما فقس من البيضه، لكن هذا الاخطبوط مصيره كنت اكله. سحب رش له ملح عشان استطع ان افطر. شباب طيب. احمد ما طيب؟ كثير طيب. هذا المحار طيب كمان كثير طيب. طبعا نعمل هيك محاره محارتين ثلاثه اربعه. طب من محار يا ريدس؟ عفوا نعمل هيك اختفي. شلون؟ كم عندنا؟ ساحر حلو. ساحر ولا لا؟ هلا ما حد يعرف انه انا ساحر. ها؟ طبعا حازم واحمد رفقاتي القدامى بس بايخين شوي. بس بحلو بحلو. حازم مرتبط مع 17 بنت. واحمد مطلق. وعنده ولد صغير اسمه جاد. عن جاد ولا عم يمزح؟ طبعا كل هذا لسه البدايه لثلاث اشخاص.
الساعة ما شبعنا وما خلصنا، هي بس هيك تفتيحة الأكل يعني. وصار في عنا ضيف جديد بالضبط، وانضم لنا ضيف جديد هو صديقنا كمان اسمه يحيى. مرحبا، كيف صحتك؟ هلا انت انضميت للمجموعة الوحوش اللي رح ناكل اكل، ورجينا قصة حنشوف فيه، شحنا شوي كل شيء، ريديس اكل بحري، صوص حاد، فليفلة، اخطبوط. براهو، انت تمثلني بقوة، هدوليك ما بياكلوا اخطبوط. لسه في شوي البداية هي، ما هيك؟ شو حابب تنقنش؟ طبعا انا اعطيته صحن كمان يعني، انا بديت بالصحن الثالث هلا. نقنشي بس، تحياتي لكم، بحبكم كلكم.